كلام جميل جدا. هننتقل بقى من هذا الملف لملف مختلف، وهنتكلم تحديدا عن حراس المرمى في الخبر القادم، لان كان في زي ما حضراتكم اكيد منكم اللي تابع يعني الفتره الاخيره اللي فاتت الحديث حول حراس المرمى والافضل، واسماء كثيره جدا اترشحت، منها كمان طبعا الاسم يعني اللي محدش برضه هيختلف عليه طبعا محمد الشناوي، وبنقول لمحمد الشناوي كل التوفيق، لان احنا بنتكلم يعني عن برضه اسم كبير جدا مش بس في النادي الاهلي، اسم كبير لمصر كحارس مرمى، بالتوفيق ليه. وكريم المفروض ان هيكون ان شاء الله تنافس على جائزه الافضل في الدوري الموسم احنا بنتكلم الماضي، فبالتوفيق ليه وهنتابع اكيد، لكن الموضوع راجع في الاول في الاخر ليه طبعا تصويت حضراتكم تصويت الجماهير. تمام، عايزين بقى نروح مع حضراتكم لموضوع مختلف حبتين ليه علاقه باتحاد جنوب افريقيا لكره القدم، ودي برضو من ضمن المستجدات اللي حابين نعرفها لحضراتكم. الخبر متعلق بالاتحاد جنوب افريقيا لكره القدم اللي اعلن بالفعل عن تفاصيل مواعيد بطوله دوري السوبر ليج الافريقي اللي ان شاء الله هتنطلق نسختها الاولى في اكتوبر المقبل بمشاركه 8 انديه على مستوى القاره. بالمناسبه هتقام هذه البطوله على مدار 4 اسابيع، هتبتدي مباريات مرحله المجموعات في 20 اكتوبر، وهتقام ان شاء الله المباراه النهائيه يوم 11 نوفمبر، وهتقام قرعه دور السوبر ليج دوري السوبر ليج في سبتمبر المقبل ان شاء الله. ومن المقرر ان يشارك في النسخه الاولى لهذه البطوله انديه النادي الاهلي والوداد المغربي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، انيمبا النيجيري، سيمبا التنزاني، بيترو اتلتيكو الانجولي، وكمان سان داونز الجنوب افريقي. وما فيش شك ان هتكون برضو يعني بطوله قويه جدا طبعا الحال. طبعا كده كده احنا بنتابع كل البطولات من بدايتها نهايتها واعلان الاسماء وغيره والفائزين والنتائج طبعا.